طب كابتن، يمكن خلينا نبتدي معاك بقى في الفنيات بقى، عشان عندنا امور كتير اتفضل عايزين نتكلم فيها. اتفضل. السنه دي طبعا كان في امور، كان في مدير فني اجنبي جه طبعا لكره الماء، كان في امور زي طبعا عمل لا لائحه جديده ده للاعبين. يعني كلمني انت بديت السنه ازاي؟ خلينا نقول ان احنا السنه دي، يعني تعرف حضرتك عشان الموضوع كورونا، فحصل زي كده توقف فتره من شهر 3، ابتدى النشاط يرجع شهر 7. صحيح. فاحنا كان عندنا مدير فني اجنبي، دي تالت السنه دي، وعندنا برضو ده في بالنسبه لكره الميه. انت عارف حضرتك احنا الفرقه الوحيده اللي في النادي بعد دلوقتي جه خلاص الدوري خدوا الفولي، احنا الوحيدين اللي كنا واخدين كاس مصر. صحيح. ومن الاحداث اللي يمكن حضرتك اللي ما تعرفهاش، او يعني الجمهور ما يعرفوش، او المتابعين او اعضاء النادي، احنا السنه اللي فاتت كان في واقعه شهيره بيننا وبين نادي الجزيره، وعلى اثره تم ايقاف 10 لعيبه من النادي الاهلي. تابعناها ازمه كبيره، ازمه كبيره جدا جدا يعني. لا حاجه كبيرة. وصلت على مستوى عالي جدا. صحيح. وبعد ايقاف 10 لاعبين من الفرقه، وانت حضرتك راجل كنت بتلعب لعبه جماعيه، عارف يعني ايه 10 لاعبين من عماده الفرقه. احنا كنا بنلعب نهائي الدوري وحصلت مشاجره كبيره. السنه دي الحمد لله، وانا بشكر الجهاز باللعيبه، انت عارف حضرتك لما يكون ابتدينا نلعب ناخد اللي هم الشباب والناشئين، ابتدينا نطعمهم مع الفرقه الكبيره، كسبنا برضو كاس مصر من الجزيره نهائي بعد ما لعبنا بلنتيات حوالي 12 بلنتي، يعني الماتش خلص 12-11. ما شاء الله. فالحمد لله احنا بنستمر ان شاء الله. احنا بدانا الدوري ان شاء الله هيخلص 15-17-10. طب هل اختيار مدير فني صربي ده كان ليه معنى؟ يعني طبعا انا خلينا نقول برضو حضرتك ان الناس دي مهنتهم. يعني ايه مهنتهم؟ حضرتك هو بيمتهن مدرب كره ماء، ما عندوش حاجه تانية. يعني يمكن حضرتك عارف، حضرتك راجل مهندس في مصر طيران، انا راجل ضابط، بيبقى عندنا مهنه تانية. لا الراجل ده في الباسبور بتاعه هو مدرب هيد كوتش ووتر بول، وهم كمان يعني السرب في الووتر بول، وهي دي اللعبه الشعبيه الاولى عندهم، وهم ابطال الاولمبياد وابطال العالم. فخلينا نقول احنا ربنا، وكان هو راجل كان جايبينه، احنا لسه احنا لما جبناه كان ماسك منتخب البنات بتاع صربيا، وكان قبلها منتخب الناشئين يعني بتاع صربيا. اسم كبير، اسم كبير. طب ضاف للنادي في الفتره دي؟ طبعا طبعا ضاف للنادي. واحنا بنعمل حاجه جميله كمان يا كابتن هيثم، احنا بنخلي الولاد المدربين الصغيرين هو يقعد يديهم سيشن، يديهم حاجات تعليميه ورك شوب. يعني مش بس لا طبعا احنا بنقل العلم منه. طبعا طبعا احنا مثلا المدربين بتوع الاكاديميات بنجيبهم يقعدوا يتفرجوا على التمرينه ويسجلوها وبتاع، لان احنا برضه حضرتك احنا بندفع له فلوس، بندفع له لازم نستفاد منه، لان انت في الاول وفي الاخر بتربي اجيال ان شاء الله تشوفهم كلهم مديرين فنيين ويبقوا على اعلى مستوى. صحيح. فانت حضرتك لما بتجيب حد جامد بتدربه وبيدرب عندك، فالولاد لما بينتقل اليهم هذه الخبرات لما بيكبروا بيبقى عندهم خبرات كم خبرات كويسه. صحيح. ويمكن